بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أحبابتي هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا وجبة خفيفة ظريفة، خاصة في هذا الحر اللي رانا فيه. امتحانات تاع الدراري تانيك بالضبط، ديريها يعني في دقائق برك، خلطي كل شيء، حطيها طيب إما في المقلاة وإلا داخل الفرن، خاصة داخل الفرن راح تخرج لك خير، تعطيك الطعم ما شاء الله. نبداو على بركة الله. بسم الله. قبل كل شيء حبيبتي ما تنساونيش بجام ابوني وان كومونتير. هنايا انا يا ولادي حبوا البصل ني كيما نقولوا خضر، وانتم اللي ما تحبش البصل الخضر لهنايا تقليه، تحط له شويه تاع الزيت، تقليه في المقله تدبلو حتى يولي لها صفر، ومن بعد تبدا تكمل كيما راح نكملوا دوكا. حكمت لهنايا بصله متوسطه، قطعتها هكذا اون بتي دي، لازم تكون رقيقه، وزدت عليها زوج مغارف تاع المعدنوس، ونزيد عليها لهنايا دوكا ثلاث حبيبات حتى الربعه تاع البيض. هنا البيض حسب البطاطا تاعكم. انا في البدايه حطيت ثلاثه ونشوف دوك كي نحط البطاطا، لصبتها كامل تخلط لي فيها البيض، ما نزيدش البيض ولا لا نزيد. من بعد ملحت هذاك البصل والبيض تاعي، زدت لهنايا شويه تاع الزيتون، كنت قطعتهم هكذايا صغار، نزيد لهنايا بويطه تاع الجبن الطازج، وكنت حكمت لهنايا حبيبات تاع الفرماج هكذاك واحد ثلاثه ولا اربعه، عبصتهم بالفرشيطه برك وزدتهم. هنا راح لي هذاك المقطع، ونزيد البطاطا. قلت لكم حسب الحاجه وحسب افراد العائله تاعكم. نفرغ هذيك البطاطا بعد ما نشفتها فوق بابي ابسوربون، نحطها فوق كامل هذاك الخليط. انا لهنا هذاك طبيسي جاني ما قدرتش نخلط فيه، عاودت رجعتها لغيسيبيون كبير على هذاك الاولاني باش نقدر نخلطها، ونخلط كامل هاد المكونات مع بعض. صدقوني اكله ظريفه خفيفه بنينه بالبزاف، تم ديروها لوليداتكم، خاصة قلت لكم في الحر هذا اللي رانا فيه، واش نحيو تاني كحيرة، واش نديرو الغدا واش نديرو العشاء. كيما قلت لكم لهنا بطاطا كانت بزاف، ما كفاونيش هذوك ثلاث حبيبات تاع البيض، زدت حبة تاع البيض، وزدت لهنايا قطعة تاع الفخوماج. هنا الفخوماج اللي تحبوا زيدوه لهنا. في البدايه كنت عبصت هنايا، قلت لكم اربع حبيبات باش يتخلطوا لي مع داك الفخوماج، غير يجي مش يجيني بنين، يجيني كي شغل ان كريم ليكيد تاع طياب. ومن بعد في الاخير هذا الفرماج نديرو بورسيون باش نلقاوه مع البطاطا في الاخير. انا هنا رايحه نديرها في هذا المول المدور، كيما تقدروا ديروها في ريسيبيون سامبل كيما تحبوا لهنا، يعني برك للزينه كيما نقولوا، باش تخرج شابه العين تاكل قبل الفم. حكمت هذاك المول تاعي، دهنتو بوسمو بالزبده، ومن بعد فرغت هذاك الخليط تاعي، ونسي نسويه لهنايا باش ما تجينيش اون بارتي عاليه والاخرى هابطه. الفرن تاعي راهو شاعل على اقصى درجه، ندخلها يعني غير تتجمر برك ونحيها، ما فيهاش حاجه يعني اللي لازم زيت طيب. انا البصل قلت لكم ما عنديش بروبليم، ولادي ياكلوا هنا، وشنو نتوما لهنا ما تغفلوش عليها. انا هنا غفلت عليها شويه، حمرت لي بزياده من تحت، نتوما عسوها. هنا قبل ما نديمو ليها نحوس نشوف هكذايا لا راهي لاصقه ولا لا ميم لا صبتوها لاصقه، سيو بان سباتول ولا موس سيو قلعوها قبل ومن بعد قلبوها. قلت لكم لهنا حمرت لي شويه بزياده، نتوما رد بالكم ماهيش محروقه، حمرت برك هكذا بزياده، باسكو البصل يحمر ثاني كي يكون ني يعطي الحموره اكثر واكثر. هنا عاود قلبتها على الوجه تاعها، وباش نرافقها تقدروا ديريكتومون لهنا عصرة تاع قارص كاس جو وتاكلوها. انا ولادي يحبوها بان صوص فخوماج، درت وحده سهله مهله، حكمت الفخوماج، زدت له شويه تاع الحليب، ومعستو غير بالفرشيطه برك، ما مخليت فيها هكذا شويه تاع ليغريمو هذوك تاع الفخوماج باش يحسوهم هكذا كي يكونوا ياكلوا. ومن بعد درتها كامل هكذايا من الفوق تاع هذيك البطاطا وقدمتها لهم. صدقوني اكله تجي بنينه 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 ما شاء الله. هنا اللي ما يحبش ياكلها بان صوص فرماج لهنا يقدر يعصر عليها القارص ويقدمها لافراد العائله تاعهم، ولا تاكليها غير هكذا برك راهي تخرج بنينه ما شاء الله. والصورة هي توضح كل حاجة. هنا التزيين يبقى اختياري، تقدروا تغابي شوية تاع فرماج غابي كيما تقدروا، ما ديروا والو، قلت لكم ديروا عليها غير القارص برك بهذه الطريقة. زد دردلت عليها شوية تاع المعدنوس وقدمتها لأفراد العائلة. صدقوني تخرج روعة روعة، اللي يحب ياكلها بالفرماج اللي يحب ياكلها بالقارص كيما تحبي تاكليها. لهنايا كاس جو في هاد السخانة، وانتيا نحيتي حيرة واش ندير الفطور واش ندير العشاء.
هاكو تشوفوا فيها لهنايا بعينيكم، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. وكي العاده قلت لكم برك لهنا ما تغفلوش عليها، انا غفلت عليها شويه، الفرن كان سخن لي بزاف في البدايه وزيت حطيتها غفلت عليها شويه، حمرت لي بزياده يعني مشي تحرقت حمرت برك. ودوك لهنا نقسم لكم طريف كي العاده تشوفوا النتيجه الاخيره تاعها، ما تجيش ناشفه تجي اونكتيوز على بها زدت هذاك الفرماج لهذاك فرماج ريجيم باش تعطينا هذاك الطراوه اللي لداخل. والبصل هذاك تانيك يزيد لها في البنة تخرج ما شاء الله. وكنت تشوفوا بعينيكم نتيجة الأخيرة، أكلة خفيفة ظريفة في تواني، خلطي حطي وعطي لوليداتك خاصة الاستخاصة تاع الامتحانات تاع السخانة اللي رانا فيها تمتم تنحيها. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت واش نهضر طولت شويه ما لحقتش، لا متسجلش.